قال الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عند الله ليس إعرابها أنها بدل من الله تعالى، لأن البدل إذا ذكر ففيه تجد في الجملة اختفاء المبدل منه، لكن هنا قال إن الدين عند الله الإسلام. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأصل أن تقول الخير، الأصل أن تتكلم بالخير لا أن تصمت، فإذا لم تجد خيرا في الكلام فعليك بالسكوت. يعني إنسان الأصل أن يتكلم بالخير لا أن يسكت، فإذا لم يستطع أن يتكلم بالخير أو وجد الخير في غير الكلام فإنه يصمت ولا يتكلم بالشر. وقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقد ذكر الله الجار في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كما قال الله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى أن ذكر الجار وقسم أنواع الجيران. قال: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. عشان كذا الجيران ذاته هم على درجات، في الجار البعيد وفي الجار القريب، وفي الجار غير المسلم وفي الجار المسلم، وفي المسلمين في جار وهو قريب رحما، وفي جار لا رحم لجاره الآخر بينهما، فذل كلهم جيران تحسن إليهم وهم على درجات. من الإحسان إلى الجار أن لا تؤذيه بكل أنواع الأذى، لا تعمل حفلة تسوي له إزعاج، لا تولع نار في بلاستيك تجيب له ريحة سيئة تضره، لا تسمع أصوات تزعجه، ولا تؤذيه بلسانك ولا بفعلك. بل تكلم أبو هريرة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جارك إذا أراد أن يبني فوق الجدار أو أن يضع خشبة على الجدار الذي بينك وبينه لا تمنعه، وإنما تصبر عليه وتعامله بالتي هي أحسن. وما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه، يعني أنه سيدخله في الميراث، إذا مات هذا الجار يدخل الجار الآخر في الميراث، من شدة وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار. فتحسن للجيران. والآن كثير من الجيران صاروا يغلقون أبوابهم، ما بتفهم أي شيء. واحد في فريق قريب هنا، أنا ما دار أذكر الفريق، قال لي نص الليل المرأة زوجها ماف شابة دخل على حرامي تكورك نص الليل، قال جات مارقة في الشارع، قال الساعة 3 ولا 4 وبهدوم عادية، المهم قال جات جارية، قال مرقت برا البيوت دي ولا نفر ما مرقة، كوراك وتسرخ. أي زول يقول لك ما في داعي للمشاكل
ومالنا ومال الناس وواوا إلى آخره، هذا ليس من شيم المسلمين. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن الذين يقومون بالحق فيؤذون. يعني أنت بتقدم خير مرات بتلقى أذى، نسأل الله أن يعين هؤلاء وأن يجعلنا منهم. هنقى ماشي في الطريق اللي يزول في حادث، الزول لا يموت يقول لك ما بهبشوا، الزول مات حسبوها عليا، ولأنه قد يترتب عليه ابتلاء. أنا ما بقدر أفصل أكثر منك، لكن قد يترتب عليه ابتلاء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وجاء في هذا الحديث ذكرها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، أن للضيف أن يطلب من المضيف عنده أن يطلب منه الطعام والشراب في يوم وليلة، وبعضهم قال في ثلاثة أيام، أن الضيافة تكون ثلاثة أيام، فإذا زاد على ذلك فهو صدقة، صدقة من الصدقات. يعني الضيف ده كان ما جبت الأكل بيجوز له ويقول لك جيب لي الأكل، ده حقي عليك وده حق كفلته الشريعة. تمشي لي زول قعدت ما في ناس بخلة تقعد، أها شاي ولا جبنة، وفطرت ولا ما فطرت، شغلة بيحرجك ذاته. انت ما فاطر تقول لك خير خير، وانت جيعان وتعبان قول له هذول جيب الفطور، ده ما حقك، حق من الحقوق. ذكرها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. طيب هذا الحديث فيه فوائد، منها مراعاة العبد للسانه وأن لا يتكلم إلا بخير، فإن لم يجد خيرا يتكلم به يسكت ولا يتكلم بالشر. من الفوائد إكرام الجار، ومن الفوائد إكرام الضيف. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ المؤمن بالله وباليوم الآخر، وذكره بالله وباليوم الآخر، لم يقل تكلم بخير أو اصمت، وإنما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعلوم أن جواب الشرط إذا فقد الفعل، فعل الشرط فقد الجواب، أي أن العبد إذا لم يكن يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فإنه لا يتكلم بالخير ولا يسكت من الكلام في الشر. لكن إذا وجد فعل الشرط من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن إيمانه باليوم الآخر بالله وإن إيمانه باليوم الآخر يجعله يقول الخير أو يصمت ولا يتكلم بالشر. ما هو عارف إنه الله سامعه، وعارف إنه في قيامة يوم القيامة بيسألوه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي أنت لو مؤمن إنه الله سامعك، مؤمن بالله، ما تقول كلام إلا فيه خير لأنه الله سامعك، ولو أنت مؤمن باليوم الآخر لأنه في حساب بيسألوك من الكلام ما تقول خير، ما تقول إلا خير أو تسكت. بعد ذاك باقي الأشياء الثلاثة.